القائمة اللي هيخوض بيها مارتين لاسارتي بكرة إن شاء الله اللقاء الهام قصاد النجوم. وكمان النهاردة في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا نبتدي الأول بالقائمة وبعد كده عايز أعرف منك تفاصيل عن اجتماع مجلس الإدارة. من جديد بجدد التحيه ليك شيماء ولكل المشاهدين طبعا ولضيفك الكريم النقد الرياضي الكبير استاذ ابراهيم داوود. يمكن منذ قليل فعلا اعلن النادي الاهلي قائمه ال 20 لاعب اللي مبيت في معسكر في احد فنادق مصر الجديده، طبعا استعدادا لمباراه النجوم غدا اللي نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. خليني اقول لك الاسماء، هم 20 لاعب في حراسه المرمى، ثلاث حراس: شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعه، سلية، رمضان صبحي، حسين الشحات، اجاي، جيلاردو، ازارو، وصلاح محسن. يمكن ده قائمه ال 20 لاعب اللي اعلن عنهم منذ قليل مستر لاسارتي المبيت في احد فنادق مصر الجديده. طبعا الاهلي هيتحرك او لاعبي النادي الاهلي هيتحركوا في خلال نصف ساعه من الان الى احد الفنادق علشان باذن الله مباراه الغد. يمكن منذ قليل او من الساعه بالتحديد من الرابعه والربع عصرا كان اجتماع مجلس الاداره، وللان الاجتماع لسه مستمر. يمكن داخلين في حوالي ساعتين لسه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي منعقد طبعا برئاسه رئيسه كابتن محمود الخطيب ونائبه الوزير العمري فاروق. يمكن باقي الاعضاء متواجدون، يمكن بس اللي ما جاش الى الان يمكن اعتذر عشان خاطر السفر خارج مصر، هو امين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي. الى الان الاجتماع مستمر، الى الان لم ينتهي الاجتماع. باذن الله بعد انتهاء الاجتماع هيكون في عرض على الهواء مباشره لابرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة. عودة من جديد ليكي شيماء، اتفضلي. شكرا.